النهارده الاهلي عنده ماتش مهم جدا مع الاتحاد السكندري. هتقولي مهم ليه ما احنا بعيد عن المنافسه؟ لا هو مهم لاعتبارات كتير، انت دلوقتي بتقابل فرقه قويه، مش في افضل حالاتها في الاتحاد السكندري، انت كمان مش في افضل حالاتك، بتحاول تستكشف عدد من العناصر الجديده من قطاع الناشئين ممكن تكون اضافه ليك خلال المرحله اللي جايه او مع بدايه الموسم، فبتلعب باهداف مختلفه هذه المباراه، بتريح عناصر كمان كانت محتاجه ان هي تريح بشكل كبير جدا زي قفشه والمصابين طبعا والشناوي وعلي معلول كمان، فده شيء مهم. في نفس الوقت هي فرصه لعدد من الناشئين ان هم يثبتوا يعني نفسهم عشان يكونوا متواجدين مع الفرقه خلال المرحله اللي جايه او الموسم القادم، والفرصه دي خلي بالك انا بشوف ان العناصر اللي احنا شايفينهم قدامنا على الشاشه دول محظوظين قوي، لان صعب ان هي الفرصه دي تيجي في النادي الاهلي بالشكل ده، ان انت تلعب ماتشات رسميه في بطوله الدوري والناس كلها بتتابعك وبتشوفك، في اجيال كتيره جدا ما كانتش محظوظه بفرصه زي دي، فانا بشوف ان هم محظوظين قوي قوي ان هم هيلعبوا في وضعيه زي دي، طبعا معاهم بعض العناصر المميزه جدا من الفريق الاول لكره القدم اللي ممكن ما يكونوش بيشاركوا فترات كتيره بسبب الاصابات المختلفه، لكن في نفس الوقت فرصه بالنسبه للشباب ان هم يثبتوا نفسهم وان شاء الله يكونوا موفقين. خليني اقول لحضراتكم القايمه بتاعه الاهلي في ماتش النهارده، مين بقى؟ في حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. في خط الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي، وأيضا محمد هاني، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ده باك ليفت مميز جدا، محمد خليفة نصير لاعب وسط ملعب ويجيد اللعب في مركز الدفاع، محمد أحمد شرقية برضو من اللاعبين المميزين، أحمد سيد عبد النبي لاعب جيد جدا برضو، ترقبوا هذا اللاعب يا جماعة. خط الوسط اليو ديانج، محمد محمود، بيرسي تاو، لويس ميكيزوني، محمد فخري، زياد طارق، محمد حمدي علي، وميدو نبيل. في خط الهجوم كل من حسام حسن، صلاح محسن، احمد سيد غريب، علي عمر. فدي قائمة النادي الاهلي لمباراة اليوم. هتلاقي تشكيل فيه عناصر من اللاعبين الكبار في الفريق الاول لكره القدم، وهتلاقي برضو متواجد في التشكيل ايضا عناصر من قطاع الناشئين، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طب تعالوا نقرب من الصوره بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من فندق اقامه الفريق في مدينه الاسكندريه عشان نفهم منه ونعرف منه كل التفاصيل تتعلق بالفرقه قبل مباراه اليوم. يا فاروق اهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من الإسكندرية وزي ما قلت أمير من مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في مباراة الجولة 29 للدوري المصري الممتاز، والمباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 على استاد الجيش ببرج العرب. زي ما أنت قلت أمير إحنا هنا موجودين في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، ننقل طبعا لكل جماهيرنا ومتابعي برنامج الترند في كل مكان كواليس استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه باذن الله. طيب فاروق بالتحديد هبتدي معاك اسئلتي عن اللاعبين الشباب اللي متواجدين في القائمه واللي بالنسبه لهم دي فرصه كويسه جدا واللي ممكن بعضهم يشارك في مباراه اليوم. انقل لي يعني احساسهم ايه دلوقتي؟ استعدادهم ازاي للمباراه دي؟ هل حاسين بضغوط؟ هل عندهم حماس ودافع كبير ان هم يأدوا بشكل كويس؟ وانا عارف انت قريب منهم جدا كمان. فقول لي وصف لي حالتهم دلوقتي المعنويه والنفسيه قبل مباراه اليوم امام الاتحاد عامله ازاي؟ يعني خليني اقول لك يا امير يعني في البدايه انت عارف يعني بحكم تواجدنا في القطاع الناشئين وعلى درايه طبعا بالكثير الجديد من اللاعبين، فكان ليه حديث مع بعض اللاعبين منهم اللي قال لي دي فرصه انا كنت بحلم بيها من سنين، يعني من لحظه دخولي للنادي الاهلي انا مستني اللحظه دي، مستني ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي للفريق الاول، وان انا يعني النهارده حلم كبير جدا. منهم بعض اللعيبه يعني مستيقظ من الساعات الاولى لليوم بيفكر يعني مستني بينتظر هل طبعا بالظبط يا امير انت عارف فرحه كبيره جدا انك تكون موجود في الفريق الاول للنادي الاهلي. دور مهم جدا ايضا انا شايفه يا امير ولمسه من كباتن فريق النادي الاهلي، يعني النهارده شوف الكابتن حسام حسن مع احمد سيد غريب مع علي عمرو الاثنين اللي معاه في نفس المركز اللي يعني في مركز خط الهجوم، علي عمرو واحمد سيد غريب مع حسام حسن، نفس الامر محمد فخري واحمد سيد عبد النبي في جلسات ثنائيه مع محمود متولي مع الكابتن رامي ربيعه مع محمد هاني مع احمد سيد عبد النبي مع اللعيبه اللي موجودين، يعني محمد اشرف ايضا واحد من اللعيبه اللي يعني خلاص اقدر اقول لك امير ان هو بنسبه كبيره يقود الجبهه اليسرى النهارده محمد اشرف، ويكون واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي هو نتاج مهم جدا لقطاع الناشئين.
لعيبه مركزه، اللعيبه يعني الظروف صعبه، يعني خليني برضو اقول لك ان الظروف صعبه، لكن لعيبه الناشئين في النادي الاهلي مش مركزه في ان صعوبه الموقف قد ما هي مستنيه الفرصه دي. يعني الموقف صعب وكان نفسهم ان هم يكونوا في وقت احسن من كده، لكن لعيبه النادي الاهلي او اللعيبه الناشئين بيقول لك الفرصه بتيجي في النادي الاهلي مش لازم تكون الاجواء يعني سعيده او الاجواء كويسه، لا هي الفرصه جات لك في القطاع الناشئين او جات لك في الفريق الاول النادي الاهلي لازم ان انت تستغلها. زي ما انت قلت يا امير احنا عندنا مجموعه من اللعيبه الناشئين، يعني النهارده برضو لو بنقربهم لجمهور النادي الاهلي بمراكزهم، محمد احمد شرقيه ده لاعب قلب دفاع ومواليد 2004، احمد سيد عبد النبي الظهير ايمن مواليد 2002، ميدو نبيل لاعب بيلعب في مركز 6 ومركز 8 ومركز 10 ايضا مواليد 2004، محمد حمدي ميسي اللي دي يعتبر ثاني سنه ليه في النادي الاهلي، كان انضم للنادي الاهلي من فريق قطاع ناشئين بنادي وادي دجله، وكان اصلا هو من نتاج قطاع ناشئين بنادي المقاولون العرب، بيلعب في مركز الجناح الهجوم الايمن والايسر. طبعا الاجانب وجود بقى طه، انت عارف ان بعض اللاعبين علي عمرو برضه لاعب خط هجوم مواليد 2002، احمد سيد غريب برضه لاعب بخط هجوم وجناح ويلعب في الجناح الايمن والايسر مواليد 2002. الاجانب طبعا زياد طارق مع مصطفى شوبير، طبعا حمزه علاء، محمد اشرف زي ما قلنا، محمد فخري، نصير، اللعيبه اللي ان شاء الله بتبقى مثال لقطاع الناشئين والدور الكبير لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني احنا لامسينه ايضا من الجهاز الفني في تعامله مع اللاعبين، بيدي اللعيبه الثقه، كابتن سيد الكابتن سامي في بيدوا الثقه للاعبين، عارفين هي في رهبه طبعا منها اول مباراه، لكن انا اقول لك ان شاء الله يا امين واكد لك ان اللعيبه بالنسبه لهم ومشاركتهم في كاس الرابطه ادت يعني خبرات لبعض اللاعبين منهم ان شاء الله ان هو يتجاوز هذه الرهبه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه باذن الله امير. باذن الله يا فاروق، لكن طبعا المباراه اكيد صعبه ومهمه بالنسبه لهم جدا، وخصوصا في ظل الوضع الحالي زي ما انت اتكلمت، لكن بالتحديد عايز اطمن على جاهزيتهم البدنيه يا فاروق، لان هم كانوا خلصوا الدوري من بدري، الدوري في دوري الشباب، فبالتالي عايز اعرف هل هم جاهزين بدنيا بشكل كبير جدا، ومدى تقييم الجهاز الفني لحالتهم الفنيه والبدنيه تحديدا خلال اخر تدريبين. يعني خلينا اشيد بك يا امير على هذه النقطه، لانك انت اثرت نقطه كانت مسار حديث كتير جدا من الاوساط في الفتره الاخيره، ان الكتير كان بيطالب ب يعني وجود ناشئين من النادي الاهلي، لكن اقدر اوضح لك الامر بالنسبه لبعض اللاعبين زي احمد سيد غريب، بالنسبه لمحمد اشرف، لاحمد سيد عبد النبي، محمد نصير، فخري، اللعبه دي كانت بتشارك خلال الفتره الماضيه بالكامل، يعني منذ انتهاء بطوله 2001 الموسم الماضي بيشاركوا بصفه اساسيه في تدريبات فريق النادي الاهلي. النقطه الأهم، النقطة الثانية الخاصة بمحمد أحمد شرقية، ميدو نبيل، محمد حمدي ميسي، علي عمرو، المجموعة اللاعبين دي نقطة برضو تحسب لقطاع الناشئين في النادي الأهلي بقيادة الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل بروكيتش. النادي الأهلي كان من أوائل الفرق اللي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بدري، يعني أنا كنت دايما موجود يا أمير بشوف فترة الإعداد بتاع قطاعات الناشئين في النادي الأهلي، أنت بتتكلم إن النادي الأهلي حاليا يعني بدأ أكتر بقاله أكتر من 3 أسابيع أو 20 يوم بالتحديد في فترة الإعداد للموسم الجديد. جوانب بدنيه كان شغال عليها مستر مايكل بروكيتش مع مخططي للاحمال، طبعا ده بيهيئ اللعيبه للموسم الجديد. اول ما طلب منه ان اللعيبه تكون موجوده مع الفريق الاول، طبعا عقد اجتماع مع اللاعبين وهو الكابتن خالد بيبو مع اللاعبين، طبعا اللعيبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللعيب على مسافه قريبه جدا من الدرجه الاولى، وده اللي بيتكلم فيه الجهاز الفني في قطاع الناشئين مع اللاعبين من الحاله البدنيه من الحاله الفنيه. اقول لك اللعيبه جاهزه ان شاء الله النهارده امير، ان شاء الله هنشوف يعني خامات ان شاء الله مبشره هتكون يعني امتداد او مستقبل لفريق النادي الاهلي، الى جانب ان احنا عندنا ايضا عناصر مميزه موجوده في قطاع الناشئين يا امير. ان شاء الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز والمميز والمجتهد جدا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا على